يعطيك الصحة. كنت حابب أعزف معه والله. يا ريت. كنت حابب أعزف معه بس كل شوي أقول هلأ رح يخلص. يا ليش ما عزفتش يا رامي؟ كنت كل شوي نخمم إنه هو يخلص. إيه تسمع في تونسي. رامي فكرة إنك تعزف مع فنانين فكرة جميلة وجريئة ومش ديما نشوفوها. مش هي مش فكرة أصلاً، هي إحساس أكثر من قناعة. يعني أنا ما عندي مشكلة إني لطالما أنا موسيقي قبل ما أغني ولطالما حلمي دايماً إني أعزف مع فنانين. غريبة الإحساس، بحب دايماً إني أعزف مع الفنانين. غريبة وعجيب مثل الدنيا هالإحساس. بعدين هيك بقبض زيادة بشكل عام إنه مصاري. لوتشي بوشناك سمعنا هالاغنيه من كلمات ادم فتحي، عجيبه الدنيا. والالحان لك، نعم، برشا اغاني من الحانك وبرشا اغاني لغيرك من الفنانين، ومن بين اللي لحنت لهم الشاب خالد وقائمه تطول. شنو شعورك وقت اللي تقدم لحن من الحانك لفنان غيرك؟ اكون حريص جدا جدا عن ان يكون اللحن، يعني اعمل كل ما في وسعي ان يكون اللحن ناجحا، لاني عندما اغني اغنيه يعني ملحنها ونغنيها تاريخي يسمح لي أني ممكن أخفق أنجح أو أخفق في لحن، لكن عندما أتعامل مع شخص ثاني أكون يعني صارم مع نفسي وحريص جدا عن أن يكون اللحن ناجحا، قدمني الأفضل يعني. والحمد لله يعني أعمالي يعني مع الشاب خالد لله. نعم. تعرفها ان شاء الله رامي على راسي. سمعني اغنيه اليوم حلوه كثير ان شاء الله. حبيبي ان شاء الله ان شاء الله، يعني حريص جدا ان يكون اللحن ممتاز ويكون لائق بالصوت، واسعى ان اقدم شيئا لم يقدمه الفنان في حياته وفي مشواره الفني، والا سوف لن اضيف شيئا. صح. من ناحيه الكلمه اسعى ان اكون متجددا في الكلمه، في كلمه جديده وفي لحن. صحيح. وفي حس جديد. صحيح. يعني ما نكونش متكرر. صحيح. مستنسخ. وهذا شيء نشهد به فعلا في كل أغانيك، شانسون تكست، يعني فما نص وفما كلمة. إن شاء الله. رامي بدورك تلحن لك ولغيرك، أما رامي مش كل مرة بتقول إنه هاللحن لك، ليه؟ بتسائب يعني، مش إنه أنا برفض إني أقول، وقت ما بنسأل. لا بس جميلة ما بنعرف إنه بعض الأغاني لك، شو معقول تقلنا على هالأغاني؟ أي أغاني كمان أنا ملحنهم كتير، مثل اشتقت لك قد الدنيا، الله يكون معك، سواد النني، لغيرك من الفنانين رامي، لغيرك من الفنانين، كيف تطول بالي. ايه؟ في أغاني جديدة هلأ لسيرين، في أغنية لسارة الهاني هلأ، ولوعد الفنان وعد السعودية كمان. أي أغنية؟ رعشة قلبي معك، رعشة قلبي معك، أبغنيك يا رب، رعشة قلبي أبغنيك. رعشة قلبي معك، بنسى الدنيا واللي فيها، بنسى الدنيا واللي فيها، طول ما أنا وياك بنسى همومي وبداريها، بنسى همومي وبداريها. وآه حبيبي حبيبي حبيبي. الله، أدي ظلمك لقب البوب ستار. نعم. أدي ظلمك لقب البوب ستار وسجنك بستايل معين ناجح فيه، صحيح، ولكن رامي فيه يكون أكتر بكتير من هالشي، من هالستايل. من بوب ستار ما رح فيه يكون أكتر بكتير، لأني أول شيء بوب معناتها شعبي، من بوبيلر. صحيح. صحيح. وكلمة شعبي كلمة يعني كل الألوان. صحيح. يعني حتى الطرب. هلأ بألبوم جديد في أغاني طربية قوية جدا جدا. بالعكس يمكن بوب ستار عطاني مسؤولية أكبر من ما أنا يمكن بقدر اتحمل، ولكن الموسيقى بعتبر مع الحدود، وان شاء الله اني دايما اقدر لاقي كل الالوان اللي بقدر، وما يكون في شيء محوطني يعني، او شيء مثل حبيتك انا اغنية ما كانت بالحسبان. صح. كمسيرة بوب ستار. بس انه ما انا عم بحكي بوب ستار لانه شوي ارتبط باغنية شبابي اكتر من انه شعبي، وهيك صارت الفكرة. انا بلشت مع انه لوتشي بوشناك ضد كلمة شبابي في الاغنية. انا لست ضد الشباب، بالعكس. لا، شبابي تصنيف الأغنية كأغنية شبابية. لا يعني أنا شرط أن يعني تسميها ما تسميها، ولست ضد أغنية يعني
أقصد ليست هناك أغنية مشايخية وأغنية كهول وأغنية شباب، الأغنية لابد أن تكون ناجحة كلمة ولحنا وأداء وتوزيعا وتنفيذا وتصوير كذلك. ولكن يعني لابد أن تكون فيها مقومات الأغنية الناجحة. سيرين سمعنا عن أغنيتين ممكن تغنيهم من ألحان رامي، تم اختيار هالأغاني، كيفاش تم الاختيار وأداء أبك مساري؟ بعد ما اتفقنا على المصاري إن شاء الله يتوصف فيك. إيه لا ما تعتلي هم، بيش الحال هو. شوفي أنا عملية مثل هاي لازم استغلها. إيه أقل من $20 لكن ما بتقبل ما بتقبل رامي اصحك. صراحة أنا اللي دفع شيء. آه والله حلو. بتعرفي كنا قاعدين هيك بقعدة عنده بالجبل لرامي وسمعني غنية، قلت له كتير حلو، قال لي حبيتي، قلت له كتير حلو الغنية، إنه فكرت لإله أول شيء. بعدين قال لي بدك إياها، إنه حبيتي، قلت له إيه كتير حلو. معك مصاري بدك إياها؟ إيه بتدفعي حقها. فاتفقنا على أول غنية. بعدين مرة هيك بيوصل لي مسج على تليفوني كلمات، لأنه الكلمات حتى هو اللي كتبهم كمان مش بس اللحن. قلت أنا إنه ما فينا هلا أفتح لكم الكلمات، بس إنه قلت أنا شو هو الكلمات. بعدين دق لي كتير محمص إنه سيرين، هلا مش حقول الكلمة ما تعتلهم، سيرين سمعت الغنية بتجنن وهي غنية لإلك وبتتكسر الدنيا، صار لي يومين مش نايم أنا عم لحنها. وفعلا سمعنا الغنية، كانت غنية كتير حلوة. والأحلى إنه أنا بعرف إنه عملهم من قلبه يعني لإلي، لأنه سبق وحكينا أنا وياه إنه بلازم ننقي الغنية اللي عن جد مميزة بتالت ألبوم لإلي وتكون فعلا حلوة، مشان هيك اشتغل عليها من قلبه وضل يومين مش نايم. ما بقدر أشوف حدا من أصحابي زعلان شوي أو خايفين شوي. سيرين يمكن مرقب فترة كانت، لأنه سيرين اسمع بيكبر ما شاء الله بالتمثيل وبالأغاني، فحسيتها كتير عطليني هم من الأغاني اللي ممكن تغنيها أو اللي ممكن تنزل بألبومها، فحسيت حالي ريسبونسبل لا شعوريا، وحسيت حالي أنه أنا إن تشارج إذا بديك أن يكون داعم معها بالأغاني. وفعلا بقيت فترة ما نمت لحتى أعمل لها أغنيتين ناجحين كتير. احنا ناطرين نسمع هالأغاني ان شاء الله بتكون واحدة منهم عنوان الألبوم الجاي. حلو، احنا في انتظار هالأغاني، ولكن الآن صار لازم نسمع رامي عياش في تراتاتا.